مرحبا أصدقائي. إذا دائما في إطار الموديول ديال لانتروديكسيون على الإيكونومي سيمستر 1، اليوم غنشوفو واحد المفهوم مهم جدا اللي هو ليزاجون إيكونوميك. ليزاجون إيكونوميك ولا هادوك الفاعلين الاقتصاديين هما الناس اللي تيشاركوا في الحركه ديال لاكتيفيتي ايكونوميك او النشاط الاقتصادي. دونك nous avons vu précédemment les besoins économiques qui doivent être satisfaits par la consommation des biens économiques produits lors de l'activité économique. Donc là les besoins économiques à des besoins les نسدوهم من خلال استهلاك ديال دي بيان ايكونوميك اللي تيتنتجو في لاكتيفيتي ايكونوميك. maintenant la question que l'on doit poser est la suivante: quels sont les acteurs économiques qui participent à la consommation et à la production des différents types de biens économiques؟ donc السؤال اللي غنطرحو دابا هو شكون هما الفاعلين الاقتصاديين اللي تيشاركوا في استهلاك وفي انتاج هاد لي بيان ايكونوميك مختلف الانواع ديالهم. دونك سو سون لي زاجون ايكونوميك. دونك لي زاجون ايكونوميك هما هادوك الفاعلين الاقتصاديين اللي تيديروا عمليه الاستهلاك وعمليه الانتاج ديال مختلف هادوك لي بيان ايكونوميك. دونك كومون بوتون ديفينير الوغ ان اجون ايكونوميك؟ دونك ان اجون ايكونوميك كيفاش نقدروا نعرفوه؟ دونك ان اجون ايكونوميك est un groupe de décision homogène et autonome composé d'agents qui effectuent des opérations identiques et qui ont des caractéristiques communes. Donc c'est quoi un agent économique? هو واحد مجموعه ديال الناس، واحد مجموعه ديال ماشي ناس وانما واحد الوحده، واحد النوع ديال الشركات او واحد النوع واحد الفاعل اقتصادي، واحد الفاعلين الاقتصاديين اللي عندهم قرارات متجانسه تيكونوا مستقلين، يعني واحد المجموعه اللي عندها نفس المهمه وعندها نفس الطريقه كيفاش كتدخل الفلوس او كيفاش كتخسر الفلوس. بحال مثلا الا قلنا لي زونتربريز، لي زونتربريز كلهم تنجمعهم في واحد لاجون ايكونوميك اللي تيتسمى انتربريز، لانهم عندهم نفس القرارات، القرارات ديالهم بحال تيتشابهوا، تيديروا نفس العمليات. الا قلت لك مثلا لي بنك، دونك لي بنك كاملين تيدخلوا في واحد لاجون ايكونوميك. علاش؟ لان لي بنك كاملين كيديروا نفس الحاجه، كيعطيو دي كريدي، كيجاريو لي كونت ديال الناس، فهما حتى هما تيتسموا اجون ايكونوميك. Donc, un agent économique peut se composer d'une seule personne physique ou de plusieurs personnes physiques, ou d'une personne morale ou de plusieurs personnes morales. Donc, agent économique, c'est un agent économique ou le fait l'exercice, à titre qu'on est même une personne ou le même genre de personne. L'agent économique peut être une entreprise ou le même genre d'entreprise. Donc, parfois on peut parler de trois agents économiques: les ménages, l'État et les entreprises. Donc, parfois, on parle de trois des agents économiques les plus connus. Des agents économiques, فاعلين اقتصاديين اللي تيشاركوا في l'activité économique بشكل كبير اللي هما les ménages. Les ménages هما الناس، الاشخاص اللي تيعيشوا تحت سقف واحد وتيديروا نفس العادات الاستهلاكيه. l'État، الدوله اللي تاخذ الضرائب وتدير نفقات عموميه، ولي زونتربريز، الشركات اللي تنتج خدمات ومنتجات باش تبيعها في المارشي. مي جينيرالمون اون بو كلاسيفي لي زاجون ايكونوميك اون سيت كاتيجوري. دونك بشكل عام لي زاجون ايكونوميك كنقدروا نصنفوهم على سبعه ديال الانواع، سبعه ديال الاصناف. الصنف الاول ديال لي زاجون ايكونوميك هو لي ميناج. شنو هما لي ميناج؟ Il s'agit d'un centre de décision homogène et autonome. Donc les ménages ou واحد المركز ديال القرار، c'est un centre de décision. هما واحد مجموعة ديال الناس
اللي تياخذوا واحد القرارات متجانسه وتيكونوا مستقلين. دونك بحال مثلا العائله ديالك اللي تتكون منك انت ومن خوتك ومن باباك ومن ماماك، نتوما كنقد تعتبروا اميناج. اميناج يعني انكم تتكونسوميو دي بيان دي سيرفيس، عندكم واحد المدخول، يا اما باباكم عنده ان سالير مثلا، دونك فوزيت اميناج. دونك هذاك لو ميناج العائله ديالكم وهذوك الناس اللي اخرين وناس اخرين وناس اخرين، هادو كلهم تيتسموا اميناج، تيتسموا امينا لي ميناج. يعني كلهم عندهم نفس لا فونكسيون برينسيبال اللي هي انهم تي كونسوميو دي بيان اي دي سيرفيس، وكلهم تقريبا عندهم نفس الريفوني اللي هو لي سالير ديالهم ولا الارباح اللي تيجيهم الا كانوا مستثمرين في شي حاجه. دونك هادو تيتسموا لي ميناج. دونك لي ميناج هو الكومي اجون ايكونوميك اللي تعرفنا عليه دابا، هذا كيتسمى لو ميناج. Peut se composer d'une seule personne ou de plusieurs personnes physiques qui vivent sous le même toit. Donc, ménage, il m'a dit que vous avez un personnage ou un personnage détaillé, يعني بحالي وبحالكم، ماشي اشخاص معنويين اللي هما عباره عن شركات، واللي تعيشوا تحت سقف واحد. فما تيجمعوا ليا واحد الناس تحت سقف واحد وتيديروا نفس القرارات كي كونسوميو دي بيان اي دي سيرفيس، تنعتبرهم عباره عن ميناج. دونك ان ميناج بوت اتر بريزونتي بار اون فامي. دونك الميناج ممكن يكون عباره عن عائله، العائله سي تام ميناج كما قلت لك. باغ ان سيليباتير يقدر يكون واحد الشخص سيليباتير ساكن في واحد الدار و تي كونسومي دي بيان اي دي سيرفيس وعندو ان سالير، هذاك تاهو كنعتبرو ان ميناج. par les personnes vivant dans les établissements collectifs comme les internats. يعني مثلا الاشخاص اللي كاينين في الحي الجامعي اللي كيعيشوا في نفس البلاصه في الداخليه، هذوك حتى هما تعتبروا ان ميناج. داكوغ لي سيتي يونيفرسيتير لي زوبيتو، واحد الناس في واحد البلاصه في السبيطار حتى هما ان ميناج. لي كازير ميليتير اي لي بريزون، واحد الناس كاينين في واحد السيلول في الحبس، واحد ربعة المساجين ولا خمسة في واحد البلاصة في سقف واحد و تيكونسوميو دي بيان اي دي سيرفيس، تا هما سي تا ميناج. فهمنا؟ دونك لا فونكسيون برينسيبال دي ميناج اي لا كونسوماسيون دي بيان اي سيرفيس مارشون اي نون مارشون. دونك شنو هي الوظيفة الأساسية ديال هاد لي ميناج هادو؟ هما أنهم تيستهلكو خدمات و منتجات مارشون، يعني اللي كتكون بالفلوس ماشي فابور، يعني تيخلصوا على الفلوس وهاداك الطرف اللي باعها ليهم تيربح، أولا نو مارشون يعني كياخدو خدمات مجانية من عند الدولة اللي تتكون الهدف ديالها ماشي الربح. دونك توتفوا لي ميناج بوف بارفوا برودويغ اون طون كونتربرونور انديفيديوي. دونك هاد لي ميناج هادو واخا هما لا فونكسيون برينسيبال ديالهم هي لا كونسوماسيون دي بيان اي دي سيرفيس مارشون اي نون مارشون، ولكن بعض المرات ممكن انهم كيديروا الانتاج بارفوا كينتجوا، ملي تيكونوا ملي كيكون هذاك الميناج عباره عن مقاول، مقاول ذاتي او مقاول فردي، تيكون واحد الشخص عنده واحد المقاوله ذاتيه، عنده المشروع ديالو بوحدو، فهو يقدر يدير عمليه الانتاج. داكوغ؟ Donc, les ressources financières des ménages sont représentées par la rémunération des facteurs de production, notamment la force de travail et le capital. Donc, le mawarid, le masarif, le flous, le tiji ou le ménage, généralement, le salaire. Les ménages, le salaire. خدام في واحد الشركه ولا خدام في الدوله وكتاخذ واحد السالير، واحد الماندات تجيك في الاخر الشهر، هذا هو منين تيجي من فلوس. اولا الا كان مثلا شي ميناج شي عائله عندهم شي شركه ديالهم اولا شي شخص عنده واحد السوسيتي ديالو و تياخذ ارباح، دونك هذا يقدر يكون مصدر ديال الدخل بالنسبه للميناج. دونك اول قلنا اجون ايكونوميك هو واحد السونتر دو ديسيزيون اللي هي اوموجين اوتونوم عندهم دي زوبيراسيون اوتونتيك.
اول اجون ايكونوميك قلنا هو لي ميناج، قلنا واحد لونسومبل دي بيرسون اللي تيعيشو سو لو ميم توا واللي عندهم لا ميم فونكسيون برينسيبال اللي هي لا كونسوماسيون دي بيان اي دي سيرفيس مارشون نو مارشون، واللي ريسورس ديالهم هما لي سالير والارباح. ثاني نوع ديال لي اجون ايكونوميك الفاعلين الاقتصاديين هو لي سوسيتي اي لي كازا سوسيتي نون فينونسيير، يعني الشركات اللي ما تديرش لا فينونس، الشركات اللي ما تعطيش لي كريدي، الشركات اللي ما تجيريش لي ديبو ديال الناس، يعني الشركات اللي ماشي خدامه في عالم ديال الاموال والتامينات والابلاك الى غير ذلك. دونك الشركات اللي ماشي فينونسيير هي الشركات اللي كدير الانتاج وبيع منتجات وخدمات من اجل بيعها في السوق والربح. دونك ايل سون ريبريزونتي بار les différents types d'entreprises. Donc, il y a des sociétés et les sociétés non financières. On a des entreprises individuelles et familiales, des entreprises privées ou familiales, des entreprises privées, des entreprises publiques, des entreprises qui sont dans le cadre de l'État, des entreprises locales, des entreprises locales ou des entreprises internationales, etc. الشركات اللي كتكون كتخدم على المستوى المحلي او على المستوى العالمي، هادو كلهم تيتسموا دي سوسيتي اي نون فينونسيير. دونك لا فونكسيون برينسيبال دي سوسيتي اي دي كازا سوسيتي نون فينونسيير اي لا برودكسيون دي بيان اي دي سيرفيس مارشون. ركزوا على هاد مارشون، يعني هاد لي سوسيتي نون فينونسيير الهدف الاساسي ديالها هو إنتاج خدمات ومنتجات من أجل الربح، الهدف ديالها هو البروفي، يعني مارشا أونتربريز فاش كتصاوب لك واحد المسحوق ديال التجميل، أولا واش كتصاوب لك واحد المسحوق ديال الغسيل، أولا كتصاوب لك واحد البيسكوي، فهي الهدف ديالها أنها تبيع لك وتربح معاك. دونك هادي هي لا فونكسيون برينسيبال، ياك؟ لي غوسورس فينونسيير دي سوسيتي إي دي كازي سوسيتي نون فينونسيير constitué par les produits des ventes. Donc, les sociétés non financières, les qui gèrent les moyens de l'argent, qui gèrent من خلال المداخيل والأرباح التي تحصل عليها من تبيع les produits ديالهم. Ça fait. Donc, ثاني agent économique هما الشركات غير مالية، ما تخدمش في القطاع المالي والمصرفي. وما كل شركة خاصة أو عمومية شخصية فردية أو عائلية، كل أنواع الشركات اللي تتكون الوظيفة الأساسية ديالها إنتاج خدمات ومنتجات من أجل الربح، وتتكون المدخول الأساسي ديالها هو اللي تيجيها من هذاك البيع اللي تدير في واحد السوق. دونك شفنا لي ميناج، قلنا هما كاع لي بيرسون لي تيعيشو تحت سقفين واحد واللي عندهم كوظيفة أساسية استهلاك خدمات ومنتجات من مارشون إلى مارشون، وقلنا بأن المدخول ديالهم تيجيهم من لي سالير ديالهم ومن الأرباح ديالهم إلا كانوا كاينين شي أرض ولا عندهم شي أرباح. لي زونتربريز لي هما نون فينونسيير قلنا هما لي زونتربريز كيف ما بغا يكون النوع ديالهم اللي الوظيفه الاساسيه ديالهم انتاج منتجات وخدمات اللي غادي تتباع في واحد السوق واللي هما تيربحوا من البيع ديالها، كيكون عندهم هدف ربحي وهذا هو المدخول ديالهم. عندي ثالث اجون ايكونوميك هو لي زادمينستراسيون بوبليك او الادارات العموميه اللي كيكونوا تابعين للدوله لاتا. دونك il s'agit des organismes qui représentent l'état. دونك اي مؤسسه اي اداره تتعبر على الدوله. دونك لي مينيستر وزارات لي ريبريزونطاسيون لوكال لي مينيستير، يعني المندوبيات ديال الوزاره، يعني اي مندوبيه ديال شي وزاره، لي كوليكتيفيتي لوكال، يعني الجماعات المحليه، البلديات، العمالات، المقاطعات، داكوغ، لي زورغانيزم دو سيكيريتي سوسيال، يعني لا سي ان اس اس، الضمان الاجتماعي، دونك هادو كلهم تيدخلو في لي زادمينستراسيون بيبليك أولا الإدارات العمومية.
Donc, la fonction principale des administrations publiques, c'est la production des biens et services non marchands. Je n'ai loin d'être la société de l'État de l'Humoumia, il y a un titre de l'Union, خدمات ومنتجات ولكن هدف غير ربحي. يعني إما هذاك المستهلك يحصل على هذه الخدمات ولا هذه المنتجات بشكل مجاني أو لا واحد الثمن اللي هو رمزي اللي ما غاديش تربح مع الدولة الفلوس، ماشي بحال لي سوسيتي نون فينونسيير اللي تيربحوا عندهم هدف ربحي. إذن هنا هذه الوظيفة الأساسية هي أنهم كينتجوا خدمات ومنتجات لهدف غير ربحي، يعني من أجل المواطنين، إلى لا ديستريبيسيون دي روفوني ناسيونال، كيديروا إعادة توزيع الثروة، إعادة توزيع المدخول الوطني، المدخول الوطني اللي كنقدروا نعبروا عليه بالإبارن، بالإستهلاك، بالبي إي بي، الناتج الداخلي الخام، غتشوفوا هادشي في لا ماكرو إيكونومي. دونك لي غوسورس دي زادمينستراسيون بيبليك سون لي زامبو فيرسي باغ لي سيتويان. Et les cotisations versées aux organismes de sécurité sociale. Donc, les médecins, les SS, les Edarat, les Moumi, les Doula, les Tijiboulflous, les Daraïb, les Daraïb, les Katkoun Frouda, les Mouadin, les Mouadin, les Daraïb, 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 هادو هما المداخل ديال الدولة زائد هادوك لي كوتيزاسيون لي تيتقطعو لك من لا سينيسيس الضمان الاجتماعي كا لي تيمشيو للضمان الاجتماعي. دونك هذا هو ثالث اجون ايكونوميك. رابع اجون ايكونوميك هما لي انستيتيسيون بريفي ا بوت نون لوكراتيف، هما كاع هادوك المؤسسات الخاصة اللي يكون عندها هدف غير ربحي، يعني كتكون في اطار واحد المجتمع مدني، في اطار السياسه، في اطار يعني هادو كيكونوا منظمات اللي ما عندهاش هدف انها تربح، بل انها عندها هدف انها كتحسن الوضعيه الاجتماعيه للمواطنين، كتقدم خدمات مجانيه للمواطنين الى غير ذلك. دونك يساجي لي اسوسياسيون بحال الجمعيات، اذا الجمعيه تساعد الناس اللي محتاجين، كاين جمعيات ديال حقوق المرأة، كاين جمعيات ديال الطفل، كاين جمعية ديال حقوق المستهلك، كاين جمعية ديال التعليم، جمعية اللي كتساعد الناس اللي في وضعية صعبة، كاين بزاف ديال الجمعيات. دونك هاد الجمعيات فاش كتقدم لك شي خدمة ما كتخلصهاش، ما كتبغيش تربح معاك، دونك هذا عمل جمعوي في إطار واحد العمل تضامني مع الناس وفي إطار قضاء المشكلات الاجتماعية إلى غير ذلك. كاين دي بارتي بوليتيك ديال الأحزاب السياسية، حتى الأحزاب السياسية هي مؤسسة خاصة ولكن ما عندهاش هدف باش تربح. لي سانديكا يعني النقابات اللي تدافعوا على حقوق العمال، كاين عندي دي زورغانيزم نون غوفيرنمونتو، يعني كاع ديك المؤسسات والمنظمات الغير الحكومية اللي تتهتم بالفقر بالهشاشة الى غير ذلك. دونك لا فونكسيون برينسيبال ديال دي اسوسياسيون بريفي هي لا برودكسيون دي سيرفيس نون مارشون ادريسي اون ميناج. دونك شنو هو الهدف الاساسي ديال هاد لي انستيتيوسيون بريفي ا بوت نون لوكراتيف؟ هو انهم تيقدموا وتينتجوا لي خدمات الهدف غير ربحي، ما باغينش يربحوا الفلوس، تيقدموها للمواطنين. وفي هذه الحاله اللي هما لي ميناج، دونك لي ميناج، دونك الجمعيات كيخدموا مع لي ميناج داكوغ، ما تيخدموش مع ليطا او مع لي زونتربريز داكوغ. دونك لي ريسورس فينونسيير دو سيت اجون ايكونوميك سون لي كوتيزاسيون دي زاديرون اي لي سيفونسيون دو ليطا اي لي دوناسيون دي بارتيكولي. دونك هاد الجمعيات وهاد الاحزاب السياسيه وهاد النقابات وهاد المنظمات الغير الحكوميه منين تتجيب المداخل ديالها والفلوس ديالها؟ تتجيبهم من هادوك لي كوتيزاسيون اللي تيخلصوا هادوك الناس اللي كينتميو لديك الجمعيه. يعني مثلا انت باش كتكون منخرط في واحد الجمعيه كتخلص واحد الواجب ديال الخيرات، كل شهر كتخلص واحد مثلا 100 درهم 50 درهم، يعني كتكوتيزي، كتكون واحد الكوتيزاسيون
هذه حاجة، هذا مدخول من المداخل، يعني أنك تتكوتيزي في الجمعية، هذه حاجة من الحوايج. ثانيا لي سيفونسيون دو ليطا، هذيك المنح والدعم اللي تيجي من الدولة، يعني الدولة كتعطي واحد الغلاف مالي باش تدعم هذيك الجمعية. وعاد باش كاينين لي دوناسيون دي بارتيكولي، يعني تيجي واحد الشخص لاباس عليه عنده الفلوس كيبغي يعاون هذيك الجمعية وكيعطيها واحد المبلغ باش واحد المحسن كيعطي لديك الجمعية واحد المبلغ ديال الفلوس باش تعاون هذوك الناس. دونك هذا هو رابع اجون ايكونوميك اللي تيشارك حتى هو في عملية الانتاج والاستهلاك في اطار لاكتيفيتي ايكونوميك. خامس اجون ايكونوميك عندنا لي سوسيتي فينونسيير، الشركات اللي تخدم في عالم المال، في عالم القروض، في عالم الابناك، في عالم التامينات، في عالم. دونك ايل سون كومبوزي دابور دي ايتابليسمون دو كريدي. دونك اولا هاد لي سوسيتي فينونسيير تتكونوا من المؤسسات البنكيه اللي كتعطي قروض، لي بنك كوميرسيال اي دي زوتر انستيتيسيون فينونسيير، يعني اي مؤسسه تتعطي قروض للناس. لي فونكسيون برينسيبال de cet agent économique et le financement de l'économie en accordant des crédits aux autres agents économiques. يعني شنو هي الوظيفة الأساسية ديال هاد لاجون ايكونوميك لي سوسيتي فينونسيير؟ هو أنه تيمول الاقتصاد، هو اللي تيمول الاقتصاد، يعني هاد لي بنك هما اللي تيعطيو كريديات باش أنهم كيمولوا لي زوطخ أجون، يعني ليطاق كتاخد دي كريدي من هاد لي سوسيتي فينونسيير. لي ميناج تيقدروا ياخذوا دي كريدي، كريدي دو كونسوماسيون، كريدي باش يشري الدار، كريدي باش يشري الطوموبيل، داكوغ. وحتى لي زونتربريز يعني لي سوسيتي نون فينونسيير حتى هما تيقدروا ياخذوا دي كريدي من عند لي سوسيتي فينونسيير، يعني كياخذوا ان كريدي واحد لومبرون باش يديروا لي زانفيستيسمون ديالهم ويديروا لي بروجي ديالهم. دونك هاد لاجون تي فينونسي ليكونومي. دونك لي ريسورس فينونسيير des établissements de crédit sont représentés par les dépôts de leurs clients. Donc les flows mais tijibou les flows men hadouk les clients ديالهم تيحط عندهم فلوس. دونك واحد البنكه عندها واحد مليون كليان ولا 10 مليون ديال الكليان مثلا، فهذيك البنكه تيكونوا عندها بزاف ديال الفلوس، يعني وما هذوك الفلوس اللي حاطين عندها اذا البنكه فاش انت كتحط عندها الفلوس هذوك الفلوس راه تيوليو ديالها وانت كتبقى كتسالهم ليها، يعني ملي تجي تبغي تجبد فلوسك تتعطيهم لك، ولكن بحالك انت ما تجي تجبد فلوسك راه الفلوس ديالك راه ديالها، وانت راه ما عندك والو، راه عندك واحد الرقم في السيستم انفورماتيك ديال البنكه. اذا مجرد مثلا انت حطيتي 100 مليون هذاك 100 مليون راه ديال البنكه، دير فيه ما بغات، تخدم به، تشري به اللي بغات، تسلفو لبنادم هي حره، ولكن ملي تجي تسلف فلوسك تيعطيوك ديال البنكه. كتلعب على انه ما غاديش يجي الناس كاملين في دقه واحده يجبدوا فلوسهم، فهي تتبقى كتلعب بهذه الطريقه هذه، زائد انها تستفاد من لي زانتيغي اللي تاخذ على لي كريدي اللي تعطي للناس اكسيتيرا. دونك هذا هو خامس اجون ايكونوميك. سادس اجون ايكونوميك اللي هو تابع الخامس اجون ايكونوميك ولكن بغاو يبينوا بوحدو، اللي هو لي كومباني داسيونس، شركات التامين لاسيونس اي دي كيس دو روتريت، يعني هادوك صناديق التقاعد. دونك بحال مثلا كدير سهام اسيرونس، اكسا اسيرونس، داخل واحد الصندوق ديال التقاعد مثلا بشكل. اذا هادو لا فونكسيون برينسيبال دو سيت اجون اي دوفرير دي سيرفيس داسيونس، alors que les ressources financières des compagnies d'assurance et des caisses de retraite sont les primes et les cotisations. Donc, maintenant, l'assurance, qu'est-ce qu'on dit ? كتوفر لك التامين. بحال مثلا دابا انت الا كنتي دير اسيرونس على السياره ديالك في حاله مثلا الا تحرقات ولا درتي ان اكسيدون، ف كان شي اكسيدون فهنا كتجي لك شركه التامين كتعوضك. كنت مدير مثلا اسيرونس على واحد الارض، الا تحرقت لك هذيك الارض لاسيرونس تتعوضك، داكوغ.
او هذاك لا روتريت ملي تبقى تخلص هذوك لي كوتيزاسيون ديالك في الاخر ملي تخرج من الخدمه كتبقى تدوز لك واحد التقاعد. دونك هاد لي زاسيرونس وهاد لي كيس دو روتريت منين تيجيبو الفلوس تيجيبوها من هادوك لي بريم، يعني هذاك الشيء اللي تبقى تخلص، هذاك الاقتطاع اللي تتخلص كل شهر ولا كل 2 شهور ولا كل عام ديال لاسيرونس. اولا مثلا بالنسبه للتقاعد، صندوق التقاعد ملي كيجيب فلوس من هادوك الناس اللي من خارطين في هذاك الصندوق اللي تيبقاو تيتخاد لهم شويه الاقتطاعات باش كيساهموا في داك الصندوق. دونك هذا انا اعتبره هو سادس اجو ايكونوميك. دونك عندنا سابع اجو ايكونوميك اللي هو لو ريست دو موند. دونك لو ريست دو موند او العالم الخارجي هي اي حاجه كما غيكون النوع ديالها ميناج ولا اونتربريز ولا بنك ولا اسيرونس ولا اللي بغيتي كما غيكون هاد لاجون ايكونوميك، ولكن ما ساكنش في الارض ديالنا، ما كاينش في الوطن ديالنا. دونك تعتبر عالم خارجي، يعني كنقدروا نصدروا ليه نستوردوا من عنده نصيفطوا ليه. دونك لو ديرني اجون ايكونوميك اي لو ريست دو موند اي لي ريبريزونتي بار لونسومبل دي اجون ايكونوميك نون ريزيدون. دونك اي واحد اي اجون ايكونوميك ما كاينش الاقامه ديالو في البلاد عندنا فهو تعتبر من كيتسمى ريست دو موند. دونك لا فونكسيون برينسيبال دو سيت اجون اي ريبريزونتي بار لونسومبل دي اوبيراسيون كي لي les agents économiques et les agents économiques non résidents. Donc, je n'ai pas de l'agent économique. Alors, je vais dire le circuit économique. Je ne fais pas de relation avec les agents économiques les moqimins du bled ou avec les agents économiques les moqimins du bled. D'accord. Alors que les ressources financières de cette agence sont constituées par les produits de ces opérations. يعني هاد لو ريست دو موند شنو هما المداخل ديالو هما المداخل اللي كيستافد منها. بحال مثلا هذاك لو ريست دو موند الى بحال مثلا واحد الشركه على برا الى استوردت من عندها الفلوس، استوردت من عندها شي ماتيير بروميير ولا شي برودوي، فهي غتربح معايا. بحال مثلا واحد السيد واحد الميناج كاين على برا وصيفط ليه انا الفلوس، صيفط ليه شي بركه ديال الفلوس، فهو دخل هاد الفلوس. بحال مثلا واحد السيد ساكن برا وتيدوز ليه سالير من البلاد او لا عنده ارباح، عنده شركات هنا وتيربح، فهنا هذا مدخول بالنسبه ليه. واحد البنكه مثلا الناس من هنا حاطين فلوسهم عندها. دونك هادو تيتسماو هاد الناس كاملين اللي كاينين على برا تجمعوهم في لو ريست دو موند. دونك لي زاجون ايكونوميك شنو هما واحد المجموعه ديال لي سونتر اللي تيكونوا اوتونوم وعندهم دي ديسيزيون اوموجين. وهاد لي سونتر اوموجين اي اوتونوم دو ديسيزيون تيكون عندهم نفس لي زوبيراسيون ايدونتيك، تيقدروا يتكونوا من اون سول بيرسون فيزيك او بليزيوغ ولا اون سول بيرسون مورال او بليزيوغ، وهما عندهم لا ميم فونكسيون برانسيبال وعندهم لي ميم غوسوس. وهما شفنا حنا سبعه، شفنا لي ميناج، شفنا لي زونتربريز ولا لي سوسيتي نون فينونسيير، شفنا لادمينستراسيون بيبليك، شفنا لي انستيتيسيون بريفي ابيت نون ليكراتيف، شفنا لي بنك، شفنا لي زاسيرونس، شفنا لو ريست دي موند. وهادو هما اللي تيشاركوا في عمليات الاستهلاك وانتاج الخدمات والمنتجات، تيشاركوا في النشاط الاقتصادي وتتسماو دي زاجون ايكونوميك او فاعلين اقتصاديين. اذا بالتوفيق والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.